هاي يا بنات، اهلا بيكم في ماي شانل مي ميز ميكا. في الفيديو ده هنعمل زي get ready with me. هو مش not get ready with me قوي، على قد ما هو هعمل refreshment او pampering myself وادلع نفسي شويه. انا في الفتره الاخيره، اخر 3 اسابيع او ممكن شهر كمان، لو كنت شفتوا الفيديو اللي فات كان بالانجلش، بس لو كنت شفتوه كنت بتكلم ان انا اخيرا عايشه تاني، حاسه ان عايشه لان اخيرا ركبت، جبت كيف وركبته اخيرا، لان المكان اللي انا عايشه فيه حاليا الشقه الشمس ضاربه فيها طول اليوم، فبتبقى حرفيا فرن. انا حاسه، كنت حاسه ان انا عايشه في فرن كبير مع الحراره العاليه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، فكان الجو غير محتمل. كان دايما شعري مبلول، ما كنتش بقدر استحمل اكتر من ربع ساعه، ماكسيمم نص ساعة لو قاعدة وسط مروحتين حرفيا بدخل تحت الدش. شعري حرفيا كان دايما مبلول، يعني بشكل مستمر صبح وليل في اي وقت، فكان الوضع سيء جدا بالنسبة لي. انا مش بستحمل الحر وبفرهد منه بسرعة، فبالوضع ده لا كنت عارفة اشتغل، ولا كنت عارفة اركز في حاجة، ولا كنت عارفة انام، ولا كنت عارفة اخد بالي من نفسي، ولا ادلع نفسي، ولا اي حاجة من الحاجات دي. فاللي هو انا عايزة الموضوع يخلص، عايزه احس ان انا عايشه تاني. فاخيرا ركبت التكييف اول امبارح اخيرا، فقررت بقى ان انا بعد ما استقررت كده نفسيا وحسيت ان الجو لطيف وان انا مش قاعده في فرن، ان انا انسانه طبيعيه جدا، فان انا ابتدي ادلع نفسي. انا حاليا كلي محتاجه ميك اوفر، فقررت ان انا اصور الفيديو ده معاكم عشان اوريكم الافكت ما بين قبل، زي ما شايفين زيرو 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 حرفيا لهيرو بعد ما اخلص كل حاجه. طبعا الموضوع ده السكين روتين ده انا بعمله دايما مره كل اسبوع، بقعد مع نفسي كده يوم ادلع نفسي بيوم الدلع. لكن طبعا اكملي بقالي 3 اسابيع او شهر ما عملتش ده، فالوضع هيبقى واضح جدا ومختلف. فحبيت اوريكم الافكت بتاعه وانا بعمل ايه عموما، لو حابين او انترستد ان انتوا تعرفوا السكين روتين الصغنطوط بتاعي ده. ما انتوا شايفين بشرتي من غير ما يكون عليها اي حاجه، شفايفي عيني حالتها صعبه جدا، مش حالتي فعلا صعبه. شعر مناخيري محتاج يتقص، شعر حواجبي طويل ومحتاج اشيل الزيادات، محتاجه ادلع نفسي عموما. طبعا شعري اخيرا بقى ناشف، يعني اول مره امبارح كان ناشف، كنت مبسوطه جدا، بقاله شهر تقريبا مبلول بشكل مستمر. هو مش احسن حاجه او مش اوحش حاجه، انا يعني كنت فاكره ان هو هيبقى سيء اكتر من كده بكتير، بس هو برضو مش احسن حاجه، لكن لازال لطيف مقارنه بكميه المياه اللي كنت بتحط عليه كل يوم بشكل مستمر. فهو يعني لازال جميل وبيطول بشكل لطيف، فدي حاجه بالنسبه لي فرحاني. بس مش عارفه اذا كنت هعمل شعري النهارده لا، لان انا المفروض عندي شغل بكره، فبحنزل في الحر، فغالبا هضطر اقبل له شعري واستحمى. فمش عارفه اذا كنت هعمل له ستايلنج النهارده ولا هستنى بعد ما ارجع من الشغل اظبطه وادلع نفسي بقى بالنسبه لشعري، ده لسه مش عارفه. لكن الاساس انا هعمل دلوقتي ان انا هبتدي اظبط بشرتي واظبط كل حاجه في وشي. طبعا جسمي ده حاجه تانية، ميبي ممكن انا اعمل له فيديو تاني لو حابين ان انا اوريكم ازاي بعمل عموما اهتم بجسمي. طبعا انا بقالي فتره طويله برضو جسمي ما عملتلوش تقشير، ما عملتلوش سكروبينج، ما حطيتش عليه كريمات، لان انا حرفيا كنت طايقه نفسي بالعافيه اصلا، فانا هحط عليه كريم هتخنق اكتر. فحاساه ناشف يعني جسمي بيعاني حرفيا، فانا كلي بعاني. فاخيرا لما حسيت ان الدنيا حلوه وقررت ان ادلع نفسي شويه، ف let's do it. الفيديو ده انا مش عارفه اذا كان هيبقى صامت وقامت وهيبقى فيه موسيقى خلال الفيديو وده البروسيس اللي انا بعملها، ولا هبتدي اتكلم في النص بس غالبا هيبقى صامت مش عارفه. فعموما هو مش علشان خاطر اوريك كل حاجه بالتفصيل، بس انا هتكلم سريعا كده انا هعمل ايه دلوقتي. دلوقتي وشي محتاج طبعا ان هو يبقى يتغسل بالغسول، وغالبا او في العادي ان انا بعمله اغسله وبعمل له سكرابينج في الحمام، في الحمام طبعا، بس دلوقتي مش هعمل له سكرابينج عشان هعمل له شيفينج. فاللي انا هعمله ان انا هغسله، فهغسله معاكم هنا. هنا اولا دي 2 سبونج عليها الكلينزر بتاعي، موجوده فيها مبلوله عليها الكلينزر بتاعي، ودي 2 سبونج ناشفه، اللي هي مش ناشفه قصدي فيها ميه بس، يعني هي نظيفه بس مبلوله فيها ميه بس، عشان امسح بيها الكلينزر من على وشي. طبعا الخطوه دي المفروض انها تتعمل في الحمام، فاني مش هعرف اصور في الحمام فعملت الموضوع ده، ومعايا فوطه قنطوطه هنا اهي عشان خاطر امسح وشي بعد ما انضفه بالكلين سبونج المبلوله بميه بس. وبعدين هعمل شيفينج بالريزر بتاعتي، وهعمل تريمينج
بالديفايس دي للشعر بتاع المناخير، وبعد كده هوريكم بعمل السيرم. طبعا هعمل حواجبي وقص الشعر وبلوكينج وكل حاجة وتويزنج وكل حاجة، الحاجات دي هوريها لكم دلوقتي، وعشان تشوفوا هتشوفوا في اخر الفيديو فرق ما بين قبل بالمنظر اللي انا فيه ده دلوقتي وبعد، وهوريكم الكريمات والسيرمز اللي انا هستخدمها دلوقتي. anyway ده بالنسبة للبروسيس اللي انا همشي بيها في الفيديو. طبعا بالنسبة للشيفينج تمام، في فيديو مخصوص ليها هحطه في الكارد ديسكربشن بوكس تحت بيتكلم فيها بالتفاصيل، وال في زومينج وبوريكوا بشكل مفصل انا بعمل ايه بالظبط عشان لو انت عايزه تعرفي تفاصيل. وبالنسبه برضو للتريمينج اللي هو ان انا اعمل مناخيري برضو لها فيديو مفصل بتكلم عن كل حاجه فيه، ليه بستخدم الديفايس دي مش بستخدم المقاط والتفاصيل بتاعتها وبعملها ازاي بالتفصيل، برضو في فيديو منفصل هحطه في الكارد ديسكربشن بوكس تحت لو حابين تشوفوه. ده بالنسبه للحاجات اللي انا قلتها دلوقتي، فيلا بينا دلوقتي كفايه كلام ويلا بينا دلوقتي نروح الفيديو واوريكم انا بعمل ايه، وتشوفوا الفرق ما بين قبل بحلاوتي دلوقتي وبعد بعد ما اخلص كل حاجه وادلع نفسي شويه، فخليكم معايا ويلا بينا. You think?
shot that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I've lost already. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Love.
زي ما شفتوا ده شكلي بعد ما خلصت الروتين بتاعي، انا حاسه بفرق، حاسه فرق في نفسيتي، حاسه بقى فرق في بشرتي، انا شايفاه اوريدي في المرايه، فاتمنى تكونوا شايفينه في الكاميرا كمان. ده الروتين بتاعي عموما بعد فتره طويله، ممكن يبقى زياده شويه، ممكن يبقى اقل شويه من الحاجات دي، لكن انا حبيت اوريكم الحاجات البيزك اللي انا بستخدمها عموما. ده بستخدمه كل اسبوع. في حاجه، اولا شفايفي كانت ناشفه جدا فهتاخد فتره انها تطرى حبه، فانا شايفه سايبه عليها الليب بالم وهجدده كل شويه لما احس ان هو شفايفي ابتدت تشربه عشان اطريها واخليها افضل. بالنسبه للحاجات اللي انا استخدمتها واوريكم المنتجات اللي انا بستخدمها عموما، حاجه مهمه جدا بس انا حابه اقولها، ان انا دايما بستخدم بعد الشيفنج بستخدم نيفيا من سنسيتيف سكين افتر شيفنج بالم، دايما بحب استخدمه بعد الشيفنج، لان هو فعلا هو اصلا بالم لبعد الحلاقه للرجال عموما، ولا انا عملته اسمه شيفنج حلاقه، فده بيساعد ان يخلي بشرتي تهدى بسرعه. قبل ما استخدم الافتر شيفنج بالم قبل كده كان الى حد ما بشرتي كانت اتعودت عليه، كانت اتعودت على الشيفنج عموما، بس كانت بتاخد كام ساعه لما تهدى. لما بستخدم الافتر شيفنج فعلا في العادي بتاخد مثلا ساعه او ساعتين بشرتي تهدى تماما بعده، قبل كده كان ممكن تاخد ممكن اقعد اليوم كله. وباللي انا عملته النهارده، لان انا بقالي فتره ما عملتش اي شيفنج لبشرتي، فبشرتي الى حد ما نسيت الاحساس، ولما جيت اعمل شيفنج النهارده حسيت ان بشرتي ناشفه جدا وبتوجعني بزياده على اللي انا متعوده عليه، وحاسه فيها الحرقان الى حد ما. فعشان كده انا حطيت الافتر شيفنج بالم، وحطيت بكميه زياده شويه. لو كنت خدت بالكم انا غرقت وشي، في العادي انا مش بعمل كده، في العادي انا بحط طبقة خفيفة، ودي بتبقى كفاية جدا بالنسبة لي انها تهدي وشي وترطبه في نفس الوقت، لان هو بيرطب الوش بشكل حلو جدا. لكن النهاردة قلت ان لما لقيت وشي ناشف بزيادة وبيوجعني بزيادة، فقررت ان انا احط كمية زيادة من الافتر شيفينج بالم، وقلت اسيبه شوية بشرتي تاخد اللي هي محتاجة منه، وبعدين امسح الباقي وابتدي احط البرودكت التانية. لكن اللي اكتشفته بعد ما خلصت حواجبي، كنت عملت حواجبي بعد كده اعتقد، انا بفتكر يعني بعد ما خلصت حواجبي اكتشفت ان بشرتي شربته كله، مع ان انا كنت حاطه كميه كبيره، عن يعني دايما بحط كام نقطه، حاجه لمسه هنا لمسه هنا لمسه هنا، بس حاجه بسيطه جدا. النهارده بشرتي شربته تماما، وانا كنت مندهشه تماما ان بشرتي شربته كله، مفيش اي زيادات اشيلها اصلا. فعرفت بقى بجد بشرتي قد ايه كانت فعلا عطشانه ترطيب بشكل كبير جدا. فقررت ان انا ما اشيلش بقى اي حاجه في العادي، برضو بحط الحبه الصغيرين، وبعد شويه بعد ما بشرتي تشبع وبشرتي تهدى بقوم جايه غسله وشي واحط السيرم او الكريم اللي انا هحطه بعد كده. عشان كده قررت النهارده ان انا ما اشيلوش، هسيبه على بشرتي لان هو اوريدي اصلا اتشرب كله. وبعد كده حطيت البرودكت اللي انا حطيتها اللي هو السيرم بتاعي والكريم العيون. بالعادي مش كل مره بستخدم الزيت ده، اوكي ده زيت دي اي واي، حطه في الكارد ديسكربشن بوكس تحت. بالعادي انا مش بستخدم الزيت ده كل مره، بس لما حسيت ان بشرتي فعلا محتاجه فحطيت نقطتين صغيرين زي ما شفتوا. كنت متوقعه ان هو لما وزعه ان بشرتي هتبقى زيتيه، انا بشرتي حرفيا مش زيتيه خالص، هي بتلمع من البرودكت اللي عليها، لكن انا مش حاسه انها مزيته على الاطلاق. معنى كده ان بشرتي برضو شربته، عطشانه اللي هو عطشانه حرام عليكي. ف اوكي في العادي كل مرة أو كل أسبوع بعمل فيها شيفينج بحب دايما أستخدم اللي هو الليكوريش روت ده، أو ده زي خلاصة العرقسوس، تمام. ده بحب أستخدمه، بحط نقط بسيطة جدا على البشرة وبحطه بوزع على بشرتي، بيخلي البشرة بتلمع وجميلة جدا. بس مكانش فيه مساحة إن أنا أحطه دلوقتي، لأنه يفضل إن هو يتحط على البشرة على طول عشان البشرة تتغذى بيه بشكل أفضل، أو دايما بحطه عشان هو حل نوعا ما علشان يتوزع بشكل كويس لحد ما رخم في التوزيع. فدايما بقوم جاية يحطه مع السيرم تاني ومزجهم ببعض ووزعهم، بس لازم بشرتي تكون نظيفة مفيهاش أي حاجة قبل كده. فقررت إن أنا مستخدموش، أنا أوريدي كنت حاطاه قدامي بس قررت إن أنا مستخدموش. قلت أولا كفاية برودكت على وشي عشان هيبقى كتير قوي، وثانيا مفيش مساحه لو ان انا احطه النهارده. بس ده اللي انا بستخدمه عموما بعد ما بعمل شيفنج كل مره، لانه بيخلي بشرتي نضره وشكلها افضل بكتير. طبعا بالنسبه للليب بام زي ما قلت لكم ان انا بعد شويه اوريدي بشرتي شفايفي ابتدت تشربه، ف
فبعد شوية هبتدي أحط بشكل مستمر خلال اليوم، شفايفي هتبقى أطرى من كده، وده اللوك النهائي. أنا كنت فعلا محتاجة شوية الدلع دول، وأتمنى أن تكونوا شايفين الفرق من قبل وبعد. لو حابين أي تفاصيل أو عايزين أي فيديو مفصل عن أي حاجة عرفوني في الكومنتات تحت. وبس كده، ده بالنسبة للفيديو بتاع النهاردة، أتمنى هو يكون عجبكم واستفدتوا منه. وطبعا كالعادة متنسوش تعملوا كومنت لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع أصحابكم. لو حابين الفيديو متنسوش تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، اللينكات دي موجودة في الديسكربشن بوكس تحت. ومتنسوش تضغطوا على الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلكوا نوتيفيكيشن كل مرة أرفع فيها فيديو جديد على الشانل. وأشوفكوا قريب في الفيديو الجاي. حبكم كلكم، باي.